كابتن علي طبعا يعني مش عايز اقول شهادتي مجروحه فيه، بس كابتن علي يعتبر هو الاب الروحي الفعلي ليا، لان كان الفتره اللي كان والدي الله يرحمه مسافر فيها كان هو متبنيني بمعنى الكلمه في كل حاجه، في تصرفاتي، في تحركاتي، في النصايح بتاعته في الملعب، سواء داخل الملعب او خارج الملعب، في النادي، في التعاقدات، في كل حاجه. الحقيقه يعتبر كل حاجه في حياتي الشخصيه يعني كابتن علي ابو جريشه. وحلوه يا سيد، هوبا جوه الجول. انا بالنسبه له صفر على الشمال، يعني زي ما بيقولوا بعيد تماما عن المستويات واخلاقيات الكابتن علي. هو قدوتنا طبعا، وفي نفس الوقت كان حاجه كبيره قوي في الكوره، وكان قدوه ناس كتيره، وكان امل لناس كتير ان هي توصل لربع مستوى كابتن علي. فما اقدرش اقول ان انا وصلت له، وما اقدرش اقول ان انا خدت اللقب ده منه، لان هو صاحب اللقب الوحيد في الكوره اللي هو فاكهه الكوره المصريه طبعا. وفي نفس الوقت اتمنى ان اكون قدمت حاجه في تاريخي شبيه شويه لكابتن علي بوجيه. طيبين وكمان هو العيله ككل طبعا. احنا معروف اسمنا او ارتبط اسمنا قوي بالنادي الاسماعيلي اكتر من المنتخبات. والحقيقه يمكن الناس كتير قوي بتعتقد ان احنا من ممتلكين النادي، نتيجه ان تاريخ العيله الكبير من سنه 35 لغايه الفترة اللي بطل فيها آخر واحد في العيلة هو محمد محسن مع الأجيال الجديدة. ورفع حلوة يا هوبا، جول 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 محمد صلاح أبو جريشة. وفتراتنا وفترات اللي قبلنا وفترات اللي موجودين دلوقتي والفترات اللي هتيجي بعد كده، طبعا العلاقات بتبقى أخوية جدا، وعلاقاتنا دايما معروفة، والانتماءات بتختلف شويه في الملعب، لكن احنا بره الملعب احنا اخوات، وكان لينا علاقات اكتر من اسريه لنتيجه لارتباطنا ببعض في المعسكرات. يعني كان قريب مني هادي وياسر ريان ووليد صلاح وناس كتير قوي، يمكن ومحمد يوسف طبعا، ممكن ما اذكرش اغلبيه الناس اللي اتعاملت معاهم في خلال تاريخي. وكابتن هاني رمزي طبعا من مجموعه النجوم اللي كنا بنتعامل معاهم في النادي الاهلي، وما بيننا علاقات كويسه.